كبيره للنادي الاهلي. تمام. التشكيل المتوقع لمنتخبنا الوطني امام كينيا، شوفوا مع بعض. الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني، الونش، حجازي، عبد الله جمعه او احمد ايمن منصور، دي يعني فيها كلام شويه يعني، يا ريت كده ميدو زي ما بتكتب لنا، او او احمد ايمن منصور. التشكيل بتاعنا وكابتن جمال قريب قوي، هو بس قريب، هو بس ودي احمد ايمن ولحد دلوقتي هم ما استقروش عليها، النني وطارق حامد، قفشه، تريزيجيه، صلاح، مصطفى. انا اعتقد ان هو التشكيل الامثل يعني بشكل كبير. حجازي طبعا هيغادر من كينيا على السعوديه، لن يشارك في المباراه القادمه امام جزر القمر، وده طبعا بسبب الاجراءات الاحترازيه. وطبعا يعني مهم جدا ان انت تحافظ على مكان اللاعب بتاعك كاساسي في نادي عشان ما يفقدش مكانه. حاجه سريعه كده، اتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا مباراه كينيا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بكده كابتن حسام والجهاز واللاعبين. انما لو نكسب يا كابتن جمال، اللعيبه المحترفين تروح فرقها. ايوه، ونكمل من الموجود بالظبط، ده ندي بقى فرصه للناس اللي زعلانه، ندي فرصه للمجتهد. بس التصنيف مهم، احنا ده اللي بنتكلم فيه. لا ما انت مش عايز تكسب جزر القمر، احنا وصلنا بقى هنكسب بقى القمر. تمام يا عمر، انت يا قمر. بشكرك كابتن سمير، كابتن دايما بستمتع بيك بوجودك معانا. كابتن جمال عبد الحميد بشكرك، شرفتنا ونورتنا، دايما بستمتع بيك. انا بشكرك يا مهيب، توفيق لمنتخبنا.